الحمد لله على السلامة يا سيد بهجت. الله يسلمك. حد كان مراقبك؟ لا. اتأكدت؟ كله أمان يا سيد رأفت. طيب، قبل ما نبدأ اجتماعنا عشان خطة الخميس ده، كل واحد يطلع موبايله يقفله ويفك البطارية كمان. حاضر. كده يبقى أي حرف يطلع بره اجتماعنا النهاردة يبقى احنا اتأكدنا إن في واحد ما بيننا خاين. خاين؟ تقدروا تقولوا لي ازاي صفت البراشوت تعرف الخميس اللي فات ان احنا رايحين القهوه؟ ولولا ان المعلومه وصلتني في اخر ثانيه ولغيت العمليه، قصدي القعده يعني، كان زمان صفوت ما بيننا هنا دلوقتي. بهجت، انت مش عايز تحكي لنا على حاجه كده؟ انا تفتكر مين يكون قال لصفوت على موضوع القهوه ويوم الخميس والحاجات دي؟ معرفش. يعني مفيش احتمال تكون انت قلت له؟ ما قلتلوش. قلت له؟ ما قلتلوش. قلت له؟ ما قلتلوش. ما قلتلوش. قلت له. ايوه قلت له. قابلت صفوت، قابلته من الاربعاء، قال انا عايز اجي معاكم. صعب عليا قوي. قلت له على ميعاد الخميس اللي فات. قلت له. غبي. خاين. لا مش للدرجه دي يعني، مبدئيا غبي، لكن ليه الافوره؟ انا اسف التعبير خننا. يبقى التعبير هو اللي خاين، لكن ده غبي. يا ريس ما تنساش ان صفوت برضه صاحبنا، يعني لازم نقبله على عيبه. هو صحيح شخص سمج وسخيف ورزيل، بس برضو انا ما اقدرش ابيعه زي ما انا ما اقدرش ابيع اي واحد فيكم. صفوت مش زي اي حد فينا. صفوت ده الباراشوت، ولا نسيت يا بهجت؟ استنى يا نشأت، انا هفكره مين هو صفوت الباراشوت. الخميس 28 مارس كان اخر الشهر، كنا قاعدين على القهوه، انت طلبت شاي علشان سعره حنين، وهو طلب فخفخينه وسحلب. سحلب بالمكسرات. وطلب كريب ومانجا قطعه وشيشه عنب فاخر. فاكر ولا مش فاخر؟ كفايه كفايه رأفت، كفايه هتجنن. كفايه انت اللي كفايه يا صاحبي. زي ما ورطتنا لازم تصلح غلطتك. هعمل ايه يعني؟ ملف صفوه الباراشوت ده لازم يتقفل للابد، وانت اللي هتعمل كده بنفسك، انت اللي هتصفيه. لا يا رجاله بلاش يا رأفت، بلاش. بهجت، الخميس الجاي بعد الشغل هتشتري كارت بخمسة جنيه، هتشحن، هتتصل بصفوت هيشبط فيك. هتروح بيه مكان بعيد عن الناس، مصر اسكندرية الصحراوي، قول له تعال نروح داندي مول. أول ما يطمن لك اطلب منه إنه ينزل يبص على العجل، تسيبه على الطريق، تدور عربيتك وترجع لنا على القهوة. بس على فكرة صفوت ساكن في 6 أكتوبر، يعني أنا كده بوصله لأقرب مكان لبيته. هو ساكن جنب داندي مول؟ على طول. الكلب الخش. وبعدين جود بوي. خلاص هنسيبه في الاوتوستراد. الاوتوستراد؟ مش تقيلة دي يا رأفت. خلاص الموضوع انتهى، ودلوقتي نستمتع بالخميس بقى يا رجالة. نشأت، لو قلت لك الساعة 9:45 هتروح الفود كورت بتاع سيتي ستارز يبقى معناه ايه؟ معناها ان 10 الا ربع هروح الفود كورت بتاع سيتي ستارز. برافو عليك. هتجيب 6 شاورما لحمة، ولا اقول لك خليهم 3 لحمة و3 فراخ، مش عايز اي حد يحس بحاجة غريبة. حصل يا ريس. بهجت. نعم. هتروح للحاج كرم، هتجيب رز بلبن شبح. الرز بتاعه ما عجبكش المرة اللي فاتت. الكلب. مش عايز تضيف حاجة؟ خاين بتاعي. لا ده مش صفوت. طب تحب تضيف مكسرات حاجة كده؟ ممكن كدا؟ ممكن. طيب هتغمز الحاج بخمسايه، هيزود لك مكسرات وعسل. مكسرات وعسل يا بهجت. مش عايز أي بوظان في الخميس ده يا إخوانا. هابي خميس. هابي خميس. إيه ده؟ أنت مستني حد؟ لا، يكون الحاج كرم جيب نفسه بس كده، يبقى جاب الرز بلبن سادة. سادة إيه؟ إحنا لسه ما طلبناهوش أصلاً. الحمد لله افتكرت. خلاص نشأت، افتح الباب. ده صفوت. وحشني يا هندال. قاعدين من غيري؟ عاملين ايه؟ دورت عليكم في الاول ما لقوش، قلت انتوا اكيد عند رأفت جايب لكم الاكل اللي انتوا بتحبوه عشان نتعشى مع بعض. ازيك يا صفوت؟ ازيك يا نشؤتي يا حبيبي، جايب لك عيش السرايا اللي انت بتحب يا نشؤتي. نشؤتي؟ يا باي، نشؤتي الرخامه دي؟ وانت يا بهجوكتي جايب لك الفطيرين بالشلت اللي انت بتحبه. بجد؟ بهجوكتي اقعد يا حبيبي شيل ايدك. انت يا رأفت جبت لك رز بلبن بالعسل والمكسرات من عند الحاج كرم، النهارده الخميس. رأفت سامحني، انا بحبك يا صفصط. بهجت تحبه؟ هو فعلا في رز بلبن
جه دلوقتي حالا صفوت جايبه وكده بالمكسرات والعسل من عند الحاج كرم. ايوه ايوه من المحل هو. الكلب. انا حاسس ان انا اتسرعت يا جماعه وبصراحه انا ضعفت قوي قدام الرز بلبن. صفوت، انا عايز اقول لك ان انت وحشت. قولها. خد نفس. لا ببص هنا بقفل والله الحته دي وحشه. معلش. صفوت صاحبنا والعشره ما تهونش غير على ابن الحرام. قبل بقى ما نتكلم وناكل فاتوره الاكل هي